قلت لي إلكترونيك وراي مصلحة التحصيل. والله من غير اللي يجي لهنا يقعد هامل، والله لا يحوس عليه واحد. القضائية سيدي الوزير أنه عندنا من 1 جانفي 2022. ما تهمنيش أنا من 1 جانفي واش راه؟ أنا 356 أمر. كسكيراست واش راه عندكم؟ شتا في العام هذا والله اللي عندها 10 سنين؟ ما ديما تجيب لي تاع 2022 ومن بعد ولا عندك 6000 قبل 2022؟ لا 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 هاني جيتها من الناس سيدي نحوس على مصلحة التحصيل. وراي مصلحة التحصيل؟ قلت لي إلكترونيك. وراي مصلحة التحصيل؟ النظام التفاعل الالكتروني كي يدخل المواطن كي يسيري لو تيكي يورونتي لكيشي اللي لازم يروح له يتلقى الخدمه تاعو. شكون يمد التيكي؟ التيكي هو اوتوماتيك من لاباري. لاباري ومن بعد يروح لكيشي اللي يديرها اونلاين ويقعد يتلقى الخدمه تاعو عاديه. لورينتاسيون وين يلقاه؟ لورينتاسيون حوس على مصلحة التحصيل. مصلحة وين يلقى لورينتاسيون؟ وين يعرف هو مصلحة التحصيل؟ يجي عندي أنا. أيوا. مصلحة التحصيل هاي فيها نهاية البيغو هذا. واش تقولي له؟ ها في البيغو هذا اللي هنا. ولا ندي لكان حاب يسير الغرامة ولا نوجهوا للكيشي اللي فيه يسير. قلت لي إلكترونيك، في ترى التوجيه الإلكتروني ورا. التوجيه الإلكتروني هي أنه واحد يهز أنتيكي. ويروح لكيشي يورونتي لكيشي اللي يقدم له مثلا استئناف ولا معارضه. بوكو دو تيوري. كيف يتم؟ بوكو دو تيوري. جزائريين سبيشاليست نظريه اللي شو يقول كيما شوف كيما هكذا يقول ما دراك. وما الواقع؟ والله من غير اللي يجي لهنا يقعد هامل، والله لا يحوس عليه واحد. ما يقدرش مواطن بسيط جايك من الجبل. ما يقدرش ما عندوش توجيه باين راه وين كيف يقدر. اسمع لك كان درتي فيه مزيه وكان عندك ضمير الله يبارك ما كانش او هامل او هامل وخلاص ما كانش ما درتوش من اي بلاصه هذا هو هذا هو الشيء المطلوب يعني اخر بقدر ما في تناول المواطن انه مهما كانت الجهه التي اصدرت القرار يقدر يجي هنا يعطيك من بعد يدي القرار تاعو اشترى القرار اشترى فيه الكلام هذه هي الخدمه اللي قدم لها المحامي تاكد برك باللي راك تخدم احنا بدينا بها مش غانم كي تما يخدموش بها احنا نخدموا بها بعد قال لك المواطن ما عليه كي تعلموا المواطن